في موقع الهيئة نت بعد ساعات من اختطافهم العثور على جثث 5 من رعاة الأغنام شرقية تكريت. في صحيفة المدى، القوى السياسية لا ترغب بانسحاب القوات الأمريكية لكنها متخوفة من اتخاذ موقف صريح. كتابات: لماذا وصف ترامب وفدا عراقيا برئاسة العباد زاره في واشنطن بأنهم أبرعوا لصوص. في الجزيرة نت، الأمم المتحدة: الغارات في الغوطة وإدلب جرائم حرب. في صحيفة العربي الجديد، واشنطن بعد الغارات الإسرائيلية: ندعم دفاع إسرائيل عن نفسها. في صحيفة القدس العربي إيران: التقارير عن ضلوعنا في هجوم على مقاتلة إسرائيلية سخيفة جدا. وفي صحيفة الحياة: إسقاط F-16 إسرائيلية يدشن تغيير قواعد الاشتباك في سوريا.